التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالعاصمة الصينية بكين مع تشاو لاي جي رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصينية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد تأكيد الزخم الكبير الذي تشهد العلاقات المصرية الصينية في مجملها، والذي انعكس في تفاهمات مشتركة تبلورت في صورة مشروعات وبرامج تعاون مهمة بين البلدين. كما ثمن الجانبان العلاقات المتميزة بين برلماني البلدين والتي انعكست في تشكيل مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية الصينية. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية، بما يساعد على تبادل الخبرات التنموية بين الشعبين الصديقين. وفي هذا الإطار تم تثمين الجهود التي تقوم بها الشركات الصينية في دعم المشروعات القومية في مصر، وكذلك تأكيد أهمية تعزيز هذه الجهود خاصة في مجالات التكنولوجيا وبناء القدرات وقطاعات الاتصالات والبنية التحتية والطاقة. من جانبه أكد رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني اعتزاز بلاده بالعلاقات التاريخية مع مصر، مؤكدا حرص الصين على ترسيخ التعاون بما يتفق مع كون البلدين من أقدم وأعرق الحضارات العالم، ومثمنا دور مصر المحوري دوليا وإقليميا ولا سيما في دفع جهود إرساء السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. هذا بالإضافة إلى تقدمها المطرد على صعيد تحقيق التنمية الوطنية.